الرحمن الرحيم، اسمحوا لي ان انا اعلن بدء اجتماع قمه الترويكا ولجنه ليبيا بالاتحاد الافريقي، واتقدم للساده رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركين بالشكر على تلبيه الدعوه لحضور الاجتماع. سنبدا بالطبع اجتماعنا بالشق المفتوح، واسمحوا لي ان استهل الاجتماع بالقيام بمداخله افتتاحيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة الأشقاء الرؤساء، السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر في اجتماع يخص بلدا إفريقيا عزيزا علينا جميعا، هو ليبيا الشقيقة التي ارتبطت بالاتحاد الإفريقي ولا تزال تعد مكونا أساسيا في مسار العمل الإفريقي المشترك. إن اجتماعنا اليوم يأتي تلبية لمسؤولياتنا المشتركة تجاه دعم استقرار ووحدة ليبيا الشقيقة وسلامتها الإقليمية وحمايتها من مخاطر الإرهاب والتدخلات الخارجية المستمرة في ليبيا على مدار الأعوام الماضية. إن دول الاتحاد الإفريقي هي الأقرب بالجوار والتاريخ والمصير إلى ليبيا، وهي الطرف المعني أكثر من غيره بالاستقرار هناك وتوحيد مؤسسات الدولة للعمل في هذا البلد وتمكين قوات الجيش والشرطة المدنية من أداء واجبها في الحفاظ على السلم والاستقرار والقضاء التام على أشكال الإرهاب كافة. وأغتنم هذه المناسبة لأتوجه بخالص التقدير لأخي فخامة الرئيس دينيس ساسو رئيس جمهورية الكونغو ورئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا لمبادرته الكريمة باقتراح عقد هذا الاجتماع في القاهرة، ولأشقاء فخامة رئيس بول كيجامي رئيس جمهورية رواندا وفخامة رئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أعضاء تركيا رئاسة الاتحاد الإفريقي، ولمعالي السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على سرعة استجابتهم للدعوة لهذه القمة تأكيدا على مسؤولية الاتحاد الإفريقي تجاه ليبيا والتزامه بدعم الحل السياسي وعودة الاستقرار إليها انطلاقا من مبدأ راسخ في الاتحاد الإفريقي منذ تأسيسه، وهو العمل على إيجاد حلول إفريقية لمشاكل القارة والرفض القاطع للتدخل الخارجي. السادة الحضور، لقد تعرض الشعب الليبي الشقيق لعملية استنزاف لمقدراته وموارده على مدار السنوات الماضية وفوضى غير مسبوقة للميليشيات والتنظيمات الإرهابية والتهريب والاتجار بالبشر، رسختها حالة ممتدة من الانسداد السياسي وتغليب الأهواء الشخصية والمصالح الضيقة على المصلحة الوطنية الليبية والاستقواء بأطراف خارجية دعمت الفوضى والتنظيمات الإرهابية وتورطت في تهريب الإرهابيين والسلاح إلى ليبيا وتهريب النفط والأموال إلى خارج الأراضي الليبية، وقد آن لذلك كله أن ينتهي. إن من حق جميع أبناء ليبيا أن تطوى صفحة هذه الحقبة المؤلمة وأن يستعيدوا دولتهم ويبدأوا مرحلة إعادة البناء، ولن يتأتى ذلك إلا باستئناف الحل السياسي في أسرع وقت ممكن وتمكين مؤسسات الدولة الليبية وحدها دون غيرها من أداء واجباتها، وبحيث يتاح لهذه المؤسسات تلبية مصالح واحتياجات الشعب الليبي الشقيق وحماية مقدراته. ويتسنى للجيش الوطني والشرطة المدنية القيام بمسؤولياتهما في توفير الأمن والاستقرار والقضاء على مخاطر الإرهاب والتشكيلات الحاملة للسلاح خارج نطاق الشرعية حتى يتوفر المناخ الداعم لمسار سياسي يفضي لانتخابات تستعيد من خلالها البلاد مقومات الشرعية. إننا اليوم نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته كاملة وبغير إبطاء لاستئناف الحل السياسي، وندعو المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة للقيام بواجبه في تيسير العودة للمفاوضات السياسية بشكل شفاف وبما يتسق مع الاتفاق السياسي الليبي من خلال تنشيط قنوات الاتصال مع جميع الأطراف الليبية المعنية دون استثناء والوقوف على مسافة واحدة منها جميعا. وإنني أثق من أن اجتماعنا اليوم سيعطي رسالة الأمل المطلوبة للأشقاء في ليبيا وسيقدم دفعة أساسية لجهود احتواء الأزمة الحالية إفريقيا وأمميا.
جديد، اهلا بحضراتكم. النهارده ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع قمه الترويكا ورئاسه لجنه ليبيا في الاتحاد الافريقي، ده بمشاركه رؤساء رواندا، جنوب افريقيا وعضوي ترويكا الاتحاد الافريقي. الحقيقه انه الاجتماع ناقش عدد من القضايا المتعلقه بالازمه الليبيه، واولها كان بحث اخر تطورات عمليه تحرير وقضيه استكمال خطه عمليه اعمار ليبيا واللي كانت بدايتها مصر في 2017. خلونا للحديث بشكل اكبر عن الملف الليبي اللي بيحصل هناك، ايضا عن هذه القمه اللي عقدت النهارده. اسمحوا لي ارحب بضيفي في الاستوديو استاذ عبد الستار حتيت، الكاتب الصحفي المتخصص في الشان الليبي. استاذ عبد الستار اهلا بحضرتك. اهلا بك. خليني في البدايه فندم مسأل حضرتك عن القمه، شايفه ازاي القمه بشان ليبيا اللي عقدت النهارده؟ الى اي مدى الحضور كان مناسب وقوي؟ وايضا كيف ترى مجريات الامور والنتائج ايضا عن هذه القمه فيما يتعلق بليبيا؟ طبعا القمه تاتي في وقت مهم للغايه. الاوضاع في ليبيا لم تعد تحتمل وأصبحت تسير في منحنى خطير. هناك دول تجرأت على السيادة الليبية وبدأت في منذ سنوات في الحقيقة إدخال أسلحة وإرهابيين ومحاولة إطالة أمد الفوضى في هذا البلد، ليس لإيذاء الشعب الليبي فقط ولكن الشعب الليبي والشعوب المجاورة وأيضا شعوب منطقة الشرق الأوسط، وهذا أمر خطير. أعتقد أن الدول الأفريقية فعلا كما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الأولى بأن تحل المشكلة الليبية. ليبيا كانت طول عمرها مؤثرة في الاتحاد الأفريقي وفي الشؤون الأفريقية بشكل عام، كان لديها مبادرات وكان لديها علاقات قوية بالرؤساء الأفارقة وبالدول الأفريقية في هذه القارة الواعدة، ولهذا مصر وكلمات السيد الرئيس اليوم كان فيها تعبير لافت وهو الحل الأفريقي للمشكلات الأفريقية، وهذا أعتقد أنه ينطبق على ليبيا وسينطبق على الوضع في ليبيا، أن يكون هناك حل أفريقي للأزمة الليبية. الخطاب المصري وخطاب القمة الأفريقية حول ليبيا اليوم هو خطاب متوازن يؤيد بوجود مؤسسة عسكرية وشرطية قوية لحفظ الأمن في ليبيا، وفي نفس الوقت يؤيد المسار السياسي لإجراء الانتخابات وغيره من تفاصيل في المسار السياسي فيما بعد. أيضا هناك إشارة لافتة للنظر في البيان الأخير، البيان الختامي الذي أذيع اليوم اللي متعلقة بليبيا أو القمة الليبية، وهو التنبيه على أو إشارة إلى اسم السيد غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا أن يستمع إلى كل الأطراف وأن يقف مع كل الأطراف على مسافة واحدة، وأن يعني يكون أكثر يعني يظهر شفافية في التعامل. لوحظ خلال الفترة الأخيرة أن البعثة الأممية كانت تتعامل مع ليبيا كمربع في طرابلس وليس أكثر، يعني معظم الزيارات والتحركات ومحاولات رأب الصدع كانت تقتصر على أو تهتم فقط بالمربع الذي يوجد فيه المجلس الرئاسي، ولم تكن في السابق البعثات الأممية سواء في فترة غسان سلامة أو قبلها لم تكن في السابق تضع اعتبارا كبيرا لا إلى القبائل الفاعلة ولا إلى القيادات السياسية المخضرمة ولا إلى القيادات العسكرية التي يمكن أن تساعد في ترسيخ الأمن على الأرض. حتى لجنة الترتيبات الأمنية التي رعتها الأمم المتحدة في طرابلس كانت للأسف الشديد تتكون من مجموعة من معظمها يعني مجموعة من الميليشيات وقادة الميليشيات المعروفين بالاسم والمكروهين حتى من جانب الطرابلسيين ومن جانب الليبيين في المنطقة الغربية. لهذا أعتقد أن اجتماع الأفريقي اليوم حول ليبيا لم يأتي من فراغ، جاء بعد مباحثات أجرتها مصر مع الأطراف الأوروبية مع الأمريكان. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في زيارة لواشنطن، تلقى اتصالا مهما من السيدة ميركل المستشارة الألمانية خلال الأيام الماضية. لديه مصر والدول الأفريقية لديها توجه يقول أنه حان الوقت لفتح من يمولون الإرهاب. هقف هنا عند التوجه المصري والإفريقي تحديدا أستاذ عبد الستار، لأن هي نقطة هامة أعتقد جدا في المرحلة القادمة، لأنه التوجه المصري معروف، فماذا عن التوجه الإفريقي تحديدا بعد هذا الاجتماع؟ تسمح لي أروح سريعا لشرم الشيخ من هناك. مشاهدينا الكرام، الحقيقة أنه شرم الشيخ دلوقتي بتشهد اجتماعات الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ودي بتعقد من الفترة من 24 أبريل ل 14 مايو 2019، والحقيقة أن الوفد المصري
المصري حاليا بيرأس هذه الاجتماعات، وتحديدا المستشار عمر مروان هو وزير شؤون مجلس النواب، والمقرر انه ليه كلمه في الجلسه الافتتاحيه. خلوني طبعا كمان خليني اقول لحضراتكم جدير بالذكر انه الرئيس كان التقى امبارح بوفد من اللجنه الافريقيه، خلال ايضا تم تاكيد خلال لقاء الارتقاء بحقوق الانسان ده بيمثل احدى اهم الاولويات الوطنيه استنادا الى رؤيه مصر 2030. خلوني نروح لشرم الشيخ، ومن هناك عبر الصوت والصوره معانا استاذ علاء شلبي رئيس المنظمه العربيه لحقوق الانسان. اهلا بحضرتك استاذ علاء معانا، ويعني لو تحدثنا اكثر عن هذه الاجتماعات، احنا في الدوره 64 وصلتم لفين يا فندم؟ اهلا بحضرتك والمشاهدين. طبعا الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي واحدة من الدورات الانعقاد الدوري للجنة. اللجنة بتحقيقها هي انعكاس كبير لواحد من أهم نظم حقوق الإنسان على مستوى القارات في العالم كله. النظام الأفريقي لحقوق الإنسان من خلال اللجنة بصفة أساسية بيشكل واحد من أهم نظم حقوق الإنسان على مستويات العالم، بالمقارنة حتى مع النظام الأوروبي لحقوق الإنسان والنظام الأمريكي لحقوق الإنسان. وبيكتسب أهمية كبيرة لأنه العام 36 على التوالي هذه العملية منتظمة بشكل كبير وفيها ثراء كبير جدا من خلال كل لجنة وكل دورة تعقد، بيكون هناك دايما جديد وإضافة جديدة تقدمها المنظومة الأفريقية لحقوق الإنسان إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ثراء كبير. هذه اللجنة أيضا من شأنها أن تناقش تقارير عدد كبير من الدول حول مدى الالتزام بالميثاق والمعايير التي تضمنها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من خلال انضمام هذه الدول إليها. وهذه المرة هناك ثلاث دول ستناقش تقاريرها الدورية من بينها مصر. ان شاء الله هيكون ده يوم 30 ابريل او 1 مايو القادم. اللجنه ايضا سبقها خلال الايام الثلاثه الماضيه انعقاد منتدى المنظمات غير الحكوميه. هذا المنتدى هو جزء اساسي جدا من اعمال اللجنه الافريقيه لحقوق الانسان والشعوب، ويشارك فيه مئات المنظمات غير الحكوميه الحقوقيه ليس فقط داخل افريقيا لكن من العالم. وكان لافتا ان يشارك قرابه 120 ممثل عن اكثر من 100 منظمه من مصر، من العالم العربي، من افريقيا بشكل عام، ومن المنظمات العالميه الكبرى ايضا بالتوالي، في اطار حوار حر استمر على مدار 3 ايام. وكان احد المنتديات الناجحه جدا اللي عقدتها الدوره او عقدتها اللجنه بره مقرها الرئيسي اللي هو بنجول جامبيا. وكان من المهم جدا ايضا ان يكون في عدد من المخرجات المهمه على راسها 6 مشاريع قرارات بخصوص موضوعات رئيسيه زي التعذيب والاعدام والمحاكمات واللاجئين والنزوح والهجره وحريه التنقل. وكان ايضا مهم ايضا جدا يكون في تقريبا 11 مشروع قرار حوالين الحالة حقوق الإنسان في 11 دولة أفريقية تعاني من اضطراب كبير جدا جدا بما في ذلك السودان الشقيق مؤخرا. كذلك كان لافتا جدا أن يكون معنا حضور كبير من منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سواء المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الجمعيات، فضلا عن أعضاء اللجنة نفسهم اللي هم 11 مفوض مسؤولين عن القيام بأعمال اللجنة، بالإضافة إلى المقررين الخاصين باللجنة الأفريقية نفسها اللي هم بيتابعوا قضايا موضوعية مختلفة سواء على مستوى ساحات فيها اضطراب أو على مستوى مواضيع رئيسية ومهمة. طب خليني أسأل حضرتك، إيه أهمية انعقاد هذه الدورة وهذا التواجد الدولي كمان والإفريقي في مصر الآن؟ إحنا بنستهدف إيه كمان يا فندم؟ ويمكن حضرتك ذكرت أعداد من مشاريع القرارات اللي بتعملوا عليها، بعد كده بيحصل إيه؟ لأي مدى هذه القرارات بيتم متابعتها وبتكون ملزمة بشكل أو بآخر؟ مصر بالفعل اتخذت خطوة كبيرة جدا بدعوة اللجنة للانعقاد في مصر هذه الدورة. والدورة الماضية أقرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان طلب مصر باستضافة أعمال هذه الدورة في مدينة شرم الشيخ المصرية، وبعتقد إن دي محطة أو علامة فارقة على الطريق في مسار التطور المهم اللي تشهده مصر خاصة خلال 20 شهر الأخيرة، من خلال إجراءات عديدة جدا على تعزيز البنى المؤسسية وتعزيز التفاعل الإيجابي مع منظومة حقوق الإنسان على المستوى الدولي والقاري والإقليمي. فدي خطوة مهمة جدا، وبعتبر إنها هتمثل نقلة نوعية وتجربة مفيدة جدا لمصر في تطوير أدائها في مجال حقوق الإنسان بشكل كبير. أيضا هناك اهتمام كبير جدا لأن مصر عندها وزن تاريخي مهم جدا في القارة الأفريقية. هي من قدمت الدعم لكل حركات التحرر الأفريقي، هي من ساهمت في المراحل الأولى لنمو هذه الدول بعد استقلالها في السنوات الأولى بصفة خاصة، ولها ميراث كبير جدا جدا في هذه الدول، وخلال السنوات الأخيرة هي استعادت هذا الميراث بشكل قوي وتقود على الاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي. وحتى يعني ملحوظ جدا عند كثير من المنظمات عبروا عن هذا ان هم يشعروا ان قياده مصر في هذه المرحله ليست قياده دوريه اعتياديه، ان هناك محاوله لتقديم نقله على مستوى الاتحاد الافريقي، دور القياده في الاتحاد
يتحول من دور فكرة رئاسة الاجتماعات وتنظيم الدورات والاجتماعات إلى دور قيادة حقيقي لعمل جماعي مشترك، وعمل مهم جدا لا سيما على صعيد التنموي ومواجهة التحديات. أهمية اللجنة في إنه هذه القرارات تصدر عنها، اللي طبعا جزء منها بيجي نابع من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، واللي أسرت عمل اللجنة بشكل كبير منذ تأسيسها وأسهمت في تطورها بشكل كبير، بيبقى استجابة كمان أيضا للمجتمع، لأن المنظمات غير الحكومية بتمثل صوت المجتمع، وبالتالي أخذ هذا الاعتبار خاصة من جانب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هو أمر مهم جدا وضروري في توصيل صوتها. ثم إنه هذه القرارات عندما تصدر عن اللجنة بتكون موضع اهتمام شديد جدا من منظومة العمل الأفريقي من خلال الاتحاد الأفريقي نفسه وأجهزته المختلفة. أيضا هي بتكون قضية مهمة جدا بصفة خاصة لمنظومة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المهتمة بموضوع حقوق الإنسان، لأن هذه القرارات هي التعبير الحقيقي والجاد عن الأزمات، لأنه عادة بيكون عمل النظم القارية والنظم الإقليمية هو الأكثر قربا وعلاقة بالواقع والتحديات أكثر من فكرة النظرة من بعيد وفي إطار منظومات قيم ممكن تكون منظومات قيم أخرى وأنساق ثقافية أخرى ممكن تفرض نفسها نوع من الضبابية والالتباسات بشأن كيفية النظر إلى الأوضاع، كيفية تقييم هذه الأوضاع، وبالتالي كيفية تحديد المعالجات المطلوبة لهذه الأزمات. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معنا من شرم الشيخ. استاذ عبد الستار برجع لحضرتك تاني، بعتذر ان احنا رحنا شرم بس رجعنا تاني للقاهره، وخلينا نكمل في الملف الليبي. الحقيقه ان حضرتك قبل ما ناخد هذا الاتصال من شرم كنا بنتكلم عن الموقف المصري والموقف الافريقي. الحقيقه ان الموقف المصري هو دائم وداعم للدوله الوطنيه وللجيش الوطني الليبي، الى اي مدى الموقف الافريقي بيتسق مع هذا الموقف، ولو في مواقف مختلفه تدعم اطراف مختلفه في الداخل الليبي؟ احنا عارفين في اطراف عده بس هم يمكن طرفين اهم، حكومة فايز السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. إلى أي مدى الموقف الإفريقي بيتسق مع الموقف المصري، وإلى أي مدى ممكن يحدث تأثير من الموقف المصري على الموقف الإفريقي لو هو مختلف؟ أعتقد أن الغالبية العظمى من الدول الأفريقية هي مع استقرار ليبيا، ضد الجماعات المتطرفة، ضد انتشار الميليشيات. أعتقد أن معظم الدول الأفريقية خسرت وجود دولة موحدة في ليبيا، ولهذا هناك منذ سنوات في الحقيقة، يعني خلال السنوات الماضية كان هناك محاولات من الأفارقة لرأب الصدع في ليبيا، حتى لما بدأت الأحداث في عام 2011 وقبل أن يتدخل حلف الناتو بتوجيه ضربات لليبيا كانت هناك محاولة من الأفارقة لرأب الصدع ولإيجاد حل دون الخوض في حرب مدمرة من حلف الناتو، لكن للأسف الشديد في ذلك الوقت الجامعة العربية خيبت ظن الجميع وقدمت مبرر للأمم المتحدة أنها تتدخل تحت اسم حماية المدنيين، وهذا أدى إلى تدمير الجيش الليبي، كانت فرصة للغرب لتدمير الجيش الليبي. والصوت الأفريقي في ذلك الوقت ما قدرش يكمل، ما قدرش، يعني كان هناك ضغوط دولية وكان هناك سحب كثيفة وضعتها هذه الدول حتى لا يستمع أحد لا إلى الرؤية الأفريقية ولا إلى الصوت الأفريقي ولا إلى التحذيرات الأفريقية من مغبة تدمير الدولة الليبية. الموقف الدولي أعتقد كان أقوى نظرا لنفوذ كمان في داخل الليبي إذا كان أوروبي تحديدا طبعا. في ذلك الوقت كان الزخم الدولي كبير، وكان هناك رغبة من دول كبرى للتخلص من القذافي في الحقيقة طبعا. يعني القذافي تمكن من إيجاد علاقة قوية ما بين ليبيا والدول الأفريقية وما بين ليبيا والقبائل الأفريقية، وهذا هو الأهم، وما بين ليبيا والناخبين الأفارقة في دولهم، لدرجة أن أحيانا إحدى الدول زي فرنسا أو أمريكا أو بريطانيا تقف وراء مرشح معين في الكونغو أو في إحدى الدول الأفريقية، القذافي بعلاقاته بالقبائل يميل مع مرشح معارض فهو اللي يفوز بالرئاسة. غير كده ليبيا كانت هي البوابة اللي لها شروط معينة من أجل السماح بالاستثمار الواسع للدول الغربية في أفريقيا. لهذا هم كانوا عايزين يتخلصوا من نظام معمر القذافي وتدمير الدولة الليبية عشان الأمور تبقى سداح مداح بالنسبة للغرب. الأفارقة في السنوات اللي تلت 2011 أعتقد أن كان لديهم رغبة كبيرة في إيجاد من يقود الرؤية الأفريقية لفرض الاستقرار في ليبيا،
واعتقد انه حان الوقت بالنسبه للافارقه للاستعانه بالرغبه المصريه لفرض الاستقرار في ليبيا والالتفاف حول الدوله المصريه وحول الرئيس هذه السنه الاتحاد الافريقي وهو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما له من علاقات وثقل ليس مع الغرب فقط ولكن مع الغرب ومع الشرق. راينا في على سبيل المثال راينا في المداولات قبل اللقاء مع الافارقه راينا هناك اهتمام امريكي بالاستماع الى وجهه النظر المصريه فيما يتعلق بليبيا، اهتمام الماني فيما يتعلق بوجهه النظر المصريه في ليبيا، اهتمام روسي راينا وزير الخارجيه الروسي جاء وزار وجلس واستمع وتناقش زيارة واشنطن مباشره. نعم يعني كل هذه الاطراف تثق في الدور المصري وتريد ان تستمع اليه، والدور المصري لم يتغير منذ بدايه الازمه في ليبيا، دائما لديه محددات خاصه هو ما وحده التراب الليبي مع توحيد المؤسسات مع القضاء على الميليشيات مع القضاء على الارهاب. الموقف الحالي تغير في الداخل الليبي يا استاذ عبد الستار، احنا بنتكلم دلوقتي عن الجيش الوطني نحو طرابلس للتخلص من الميليشيات في هذه المنطقه والارهاب. الاجتماعات الإفريقية واجتماع النهاردة ممكن يخرج بإيه في الوضع الليبي الحالي؟ أنا أعتقد أنه يمكن أن يضغط على المجتمع الدولي أنه يتدخل لإبعاد الدول التي ترسل المقاتلين والأسلحة والأموال إلى الإرهابيين والمتطرفين والميليشيات في ليبيا أنها ترفع يعني تتوقف عن ذلك. اليوم نرى سفينة على سبيل المثال متوجهة إلى مصراتة هناك شك في أن يكون فيها أسلحة رايحة للميليشيات، سفينة إيرانية يعني كما ذكر. نعم قبلها بأيام كان هناك طائرات قطرية سواء تلك التي حطت في مصراتة أو تلك التي حطت في تونس من أجل تهريب الأسلحة بعد إنزالها في تونس إلى داخل الأراضي الليبية. أيضا هناك طائرات كانت تأتي إلى المطار معيتيقة وغيره لمد الإرهابيين والمتطرفين والميليشيات المسلحة بالأسلحة، لكن أنا أريد أن أقول أن هناك متغيرات تسير في صالح محور الخير الذي توجد فيه مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى. هذا المحور ضد الفوضى، ضد الإرهاب، ضد تدمير الدول الوطنية، مع فرض الاستقرار ومع احترام سيادة الدول. هذا المحور تمكن خلال الفترة الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية، ولهذا نرى نوع من الشيطنة لدى المحور المعارض أو المضاد وهو محور الشر، وأبرز دولتين في المنطقة تركيا وقطر، بالإضافة طبعا إلى الراعي الكبير للشياطين الصغيرة وهي بريطانيا للأسف الشديد، تحاول أن تعرقل تقدم الجيش، تحاول أن تطيل أمد الحرب في طرابلس، تحاول أن تحمي الميليشيات وتحمي الجماعات المتطرفة في ليبيا لمصالحها الخاصة. وأعتقد أن دخول السيد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على الخط بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن غيرت الكثير جدا من المعادلات، ومن النادر أن يتفق الموقف الأمريكي مع الموقف الروسي في معارضة مشروعات القرار التي كانت تريد بريطانيا أن تصدرها من المجتمع الدولي. خلينا بما أننا نتحدث عن الوضع وما يحدث في ليبيا، وصلنا لفين يا فندم، أو الجيش الوطني الليبي وصل لفين في طرابلس تحديدا دلوقتي؟ أنا أريد بس فقط أن أشير إلى أنه من يعني هذا خطاب لزملائي وأساتذتي وصحابي في المجال الإعلامي، حذاري من الألفاظ والأدبيات التي تقف وراءها جماعات إرهابية متطرفة. على سبيل المثال هناك لغة متداولة في بعض وكالات الأنباء الدولية العالمية اللي الجرائد بتاعتنا بتنقل منها والجرائد العربية بشكل عام، وهناك بعض المصطلحات اللي بتيجي من جرائد دولية وشايفين ان الجرائد الدوليه ما دام دوليه يبقى خلاص يبقى ده، مثلا كلمه جيش الشرق هذه اكذوبه اخوانجيه للمتطرفين، جيش الشرق يعني الناس المقاتلين فيه بينتموا لمنطقه شرق ليبيا، هذا غير صحيح. امبارح ادريس مادي وهو من الزنتان اللي جنوب غرب طرابلس جاي بجيش جرار من اجل التعاون. ده بعض المنصات العربيه كمان بتطلق عليه كده انه جيش طبعا الشرق، وده دي مشكله طبعا مشكله تتعارض هذه الرؤيه تتعارض مع الامن القومي العربي والامن القومي لكل دوله على حده. يعني هذه المقولات تتعارض مع الامن القومي المصري، مع الامن القومي السعودي، مع الامن القومي الاماراتي، وللاسف الشديد بعض وسائل الاعلام تستخدم هذه المصطلحات بسبب ممكن الضحاله، بسبب التغاضي، بسبب التسرع، بسبب عدم وجود رؤيه استراتيجيه للامن بتاع الدوله اللي بتنتج وسائل الاعلام دي.
مثلا كلمه جيش الشرق غير صحيح، معظم الطيارين من قبيله ورفله، معظم القيادات من مدن مختلفه، من ترهونه، من الزنتان، من ورشفانه، من طرابلس نفسها. هناك قيادات عسكريه كانت لما بتروح للاجازات يا عيني في طرابلس من بعد القضاء على الارهابيين في الجنوب وفي الشرق وغيره، يتم قتلهم من الميليشيات في طرابلس، ضباط من طرابلس بيشتغلوا مع او ضباط في الجيش في القوات المسلحه العربيه الليبيه. مقوله اخرى وهي قوات حفتر، هذه ليست قوات حفتر، صحيح، هذا الجيش الوطني، الجيش الوطني الليبي او القوات المسلحه العربيه الليبيه. هذه مقوله طبعا في غايه الخطوره. كلمه اخرى بترددها قناه الجزيره بالذات وبعض قوات اللواء المتقاعد، ده معين من البرلمان المنتخب. طب ما يوضح المصالح هي من وراء هذه المصطلحات. القوات المسلحه في الوقت الحالي تقريبا بتستكمل فرض كماشه كبيره حول العاصمه. زودت عدد المحاور تقريبا لغايه 8 محاور مهمه، وهي بتتمركز وهي جايه عشان تخلص المشكله اللي في طرابلس، مش جايه عشان تتفاوض او عشان ترجع. لا تفاوض مع الارهاب، لا تفاوض مع الميليشيات المتطرفه، لا تفاوض مع من يحملون السلاح خارج نطاق القانون. يعني نتكلم عن الموقف الحالي ميدانيا شغال. نعم، ميدانيا الجيش بيتقدم بثبات، يقوم بعمليات في غايه الاهميه. على سبيل المثال بعد ما بيتمركز حوالين طرابلس بيبدا في ضرب المفاصل الرئيسيه بتاعه مخازن الاسلحه اللي فيها الميليشيات. وهو يقوم بعمل ذلك سواء بالتقدم البري او بالضرب الجوي، بيتحاشى الى اقصى درجه ممكنه اصابه المدنيين او التعرض للسكان. ومعظم الضربات التي حدثت خلال الاسبوعين الماضيين بالطيران كانت في غاية الدقة، وتقريبا تم استخدام نوع من الأسلحة، من الصواريخ التي تتتبع الأسلحة. يعني هناك نوع من الصواريخ الحديثة واستخدم في 2011 من حلف الناتو ضد نظام معمر القذافي. لما كنا بنشوف الحرب في 2011 كان في نوع من الطيارات، واعتقد انها بتستخدم دلوقتي مع الجيش الوطني الليبي. هذا النوع من الطيارات كان بيطلق صواريخ تروح تدور على الاهداف اللي لسه ما اتضربتش، الاهداف العسكريه. يعني لو في عربيه مدنيه ماشيه الصاروخ ما بيروح لهاش، بيروح لدبابه، بيروح لمدرعه، بيروح لحاجات فيها اسلحه هدف عسكري. معين هدف عسكري. اعتقد ان ده تم استخدامه، وانا بوجه تحيه للضباط والطيارين ورجال القوات المسلحه العربيه الليبيه في المهاره العاليه لتخليص طرابلس من الميليشيات باقل خسائر ممكنه. معظم الضحايا اللي سقطوا في طرابلس كان بصواريخ الميليشيات، لان الميليشيات ما عندهمش امكانيه التكنولوجيا فبيضربوا عشوائي، بيضربوا صواريخ جراد وهي صواريخ عمياء بتضرب في اي حته وتموت الناس. يعني عايز اسال حضرتك، النهارده خرج تقرير عن اعداد مهوله من الميليشيات اللي متوزعه في انحاء كثيره في ليبيا وتحديدا بتتمركز في طرابلس. هي اعداد كبيره جدا لاعداد ميليشيات كبير جدا، يعني بالتالي حضرتك تابعته، الى اي مدى هذا صحيح؟ وهل بالفعل بينهم تحالف لهذه الاعداد الضخمه من الميليشيات؟ هو بعضها طبعا ميليشيات كبيره، لكن معظمها هي ميليشيات صغيره مش الاعداد كبيرة. دي صحيحه فندم؟ الاعداد يعني الاعداد صحيحه، الاسماء صحيحه. يعني ممكن انا المزيد من التركيز ممكن اعمل حوالي 300 اسم لميليشيات. ليه؟ لان مثلا واحد كان قاطع طريق وكان محكوم عليه ب 20 سنه سجن، هرب في 2011، عمل مجموعه من اللصوص معاه وبقى مثلا فيها حوالي 30 40 واحد، دي اسمها ميليشيا. في ميليشيا تانية اكثر قوه ولديها مدرعات ولديها اسلحه ثقيله ولديها حتى طيارات. ففي اللي ظهر على الساحه الاعلاميه خلال اليومين الماضيين اعتقد انه في نوع من الاستسهال. واعتقد ان كثير من المعلومات فيه فات اوانها، لان في تمركزات لميليشيات مشيت، ما عادتش موجوده في نفس الاماكن لاسباب كثيره، منها سواء انها اتضربت من سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي وغيرت اماكنها، او بسبب وجود تنافس. ما يحدث في طرابلس الان، الامر الخطير على سكان طرابلس ليس من القوات المسلحه العربيه الليبيه ولكن من الميليشيات نفسها. يعني امبارح واول امبارح حصل خلافات ما بين مجموعه تابعه لصلاح بادي، القائد ما يسمى باللواء الصمود، ومجموعه اخرى تابعه لاحدى ميليشيات الطرابلسيه. طبعا في خصام تاريخي ما بين الميليشيات الطرابلسيه والميليشيات بتاعت الصمود، لان بتوع طرابلس بيعتبروها تابعه لمصراته.
فحصل ان ميليشيات الصمود عايزه تسترجع معسكرات ضاعت منها في حرب حصلت في 2017. انا بقول لك على تفصيله صغيره عشان تعرفوا الرعب اللي فيه سكان المدينه. هجموا بعض بالصواريخ والاسلحه الثقيله. يعني الله اعلم بقى مين اتقتل ومين اتدمر بيته ومين بتاع في وسط طرابلس. في عمليات اغتيال بتجري حاليا ما بين الميليشيات. في 4 قتلوا من احدى الكتائب في سياره مش عايز اقول ماركتها في وسط طرابلس. 4 من قيادات احدى الميليشيات المحسوبه على فايز السراج، لان كان بينها وبين هنا بقى الاجهزه الامنيه مش عارفه تحدد، لان المجموعه الاربعه دول بينهم مشاكل، عاملين مشاكل مع قبائل عائلات جوه طرابلس، وعاملين مشاكل مع ميليشيات اخرى، وعاملين مشاكل مع قوى محسوبه على وزاره الداخليه، وعاملين مشاكل مع تنظيم داعش، وهم اصلا متطرفين كمان. فلما اتقتلوا نزلوا الضباط يحققوا في الموضوع، التابعين لوزاره الداخليه اللي ما زالت تعمل في جوه طرابلس، فمش عارفين مين الاتهام ممكن يشاور على مين. وبعدين في وسط الامكانيات الضعيفه وفي وسط الفوضى وفي وسط حاله الحرب لا يمكن ومن المستحيل ان الضباط بامكانياتهم البسيطه يقدروا يعرفوا مين قتل الاربعه. والاربعه دول اسمائهم يمكن بس هم من ميليشيات، يعني من ميليشيات، بس في نهايه المطاف الجيش، حتى الجيش نفسه بيحرص على التحقيق. يعني حتى اللائحه اللي طلعها النهارده اعلنها النهارده اللواء احمد المسماري ان الناس دي مجاميع الضباط المتورطين في العمل مع الميليشيات تم احاله اسمائهم للمدعى العسكري، والمدعى العسكري حقق معاهم لما يتم القبض عليهم يتم التحقيق معاهم. المشكله انك انت لازم تعرف مين بيعمل ايه كاجهزه امن، سواء كان اجهزه الامن الضعيفه الموجوده دلوقتي في طرابلس او بعد ما تخش القوات المسلحه العربيه الليبيه. القوات المسلحه العربيه الليبيه لديها ملفات مفتوحه لاجراء تحقيقات اعتقد انها يمكن ان تبدا من عام 2011 حتى اليوم، تشمل قد ايه اتقتلوا من الجيش الليبي في 2011 ما حدش عارف لغايه النهارده، قد ايه اتدمر من معسكرات الجيش الليبي من عام 2011 لغايه النهارده بالتفاصيل ما حدش يعرف، هل حلف الناتو استخدم اليورانيوم المنضب في الضرب في 2011 ولا لا ما حدش يعرف. في ملفات كثيره مغلقه والغرب مش عايزها تتفتح منذ عام 2011 حتى اليوم. اعتقد ان القوات المسلحه العربيه الليبيه بمجرد ما تدخل الى طرابلس هتكشف عن كل هذا بما فيه سرقه الاموال العامه بالمليارات. اسال حضرتك اخيرا وفي تقدير حضرتك الاقرب في سن رهات الحل، يمكن حضرتك ذكرت خلال حديثك انه الوضع دلوقتي ميداني وانه الحل الاقرب دلوقتي ميداني، انه الجيش الوطني داخل التخلص من الارهابيين في طرابلس وانه ده الوضع الحالي. هل بنتكلم عن حلول جماعيه؟ السيناريو الافضل انه يحدث من خلال الاتحاد الافريقي مبادرات ودعم حلول فرديه من بعض الدول المتداخله زي مصر بعد ما من سيطر او الجيش الوطني يسيطر على طرابلس. اعتقد ان مصر يعني من اكثر الدول التي تعمل بشكل منهجي وبشكل شامل. يعني هي ما بتحاولش تصطدم مع الاخرين فيما يتعلق بالملف الليبي، لكن هي بتحاول انها تفهم الاطراف الفاعله بخطورة الوضع في ليبيا. ويمكن كلمات السيد الوزير سامح شكري وزير الخارجية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتديات الدولية والإقليمية دايما بيتكلموا عن أن في إرهاب وفي دول بتدعم هذا الإرهاب وفي أطراف مصرة على استمرار الفوضى في ليبيا، وأن ده ما ينفعش لأن ده على حساب نمرة واحد، على حساب الشعب الليبي، نمرة اتنين على حساب دول الجوار، على حساب أمنها وعلى حساب أبنائها وعلى حساب اقتصادها وعلى حساب خزينتها. لأن احنا النهاردة واحنا من 2011 لغاية النهاردة بنحمي الحدود وعلى بتاعتنا، وعلى حسابنا كمان يا أستاذ عبد الستار نظر الحدود يعني. أيوة الطيارات المصرية اللي بتطلع تراقب الحدود دي بفلوس طبعا، والفلوس دي بتتاخد منين؟ من خزينة الدولة طبعا. يعني بتتاخد من رغيف عيشك. فأنت استمرار الفوضى ودعم الإرهاب والحط من شأن القوات المسلحة العربية الليبية، كل هذا يخدم محور الشر ويؤذي المحور الخير ويؤذي المواطنين على المستوى البعيد. ما ننساش ان مصر كان في ليبيا اكثر من 2 مليون مصري بيشتغلوا في ليبيا. لما تستقر ليبيا هتمتص ال 2 مليون دول هيروحوا يشتغلوا في ليبيا تاني. دي ابسط حاجه. فده يخلي انا بقول كده لاني بستغرب لبعض المصريين اللي بيروج جيش حفتر وقوات الكرامه ومش عارف ايه ونريد الدوله المدنيه. دوله مدنيه ايه اذا كان المتطرفين بيعلقوا الناس في الشوارع؟ دوله مدنيه ايه؟ انت محتاج الاول تستعيد وجود دوله ذات حدود وذات راس واحده، بعدين نتكلم في الباقي.
أنا أخيرا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا للأستاذ عبد الستار حتة الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، بشكرك كثيرا شكرا لوجودك معنا. شكرا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، أكون في انتظار حضراتكم بعد هذا الفاصل وملف السودان، تفضل.